طبعا هو بضل صهركن واكيد رح تزعلوا عليه، بس مولاي يعني. طيب وينه هالمعلم هلا؟ مع الاسف في كتير ناس لاحقينه وجايين لهون دغري. جناب السلطان ببوس ايدك، سلامه الدوله فوق كل اعتبار. هلا مو وقت حمايه الصدر الاعظم، يعني حمايه الدوله اهم. مولاي فكر منيح شو ممكن يصير اذا قدروا يستولوا على العرش. بيجوا زعران مثل المعلم وبيستولوا على حكم الدوله. الله لا يقدر، الدم رح يصل للركب ورح يطالبوا براسك كمان هالوحوش. بكفي، اسكتوا. روح خبر صدر الاعظم، قل له يجي بسرعة. هلا فات على القصر يا مولانا، شوي وبكون عندك. أغا بطرينا كان في كتير بواب مخلوعة. الدنيا بحد ذاتها هي سجن يا بلبان. ليش عم توجع راسك بهيك شغلات؟ فكر كيف بدنا نطلع من هون. ما عاد فينا نعمل شي غير الدعاء. يا رب انت ادرى بحالنا، واذا شايف فيها خير طالعنا من هون. امين. مولاي ابراهيم باشا، بعرف انك خدمتني انا والدولة سنين طويلة وما لازم ردلك بهالطريقة. انا بعترف انك ما قصرت بشي. استغفر الله يا مولانا. بس وصل السكين للعظم، هذا العنف ما رح ينتهي بالتفاهم. أحمد خان رح يسلم الصدر الأعظم كمان؟ مستحيل، هو وعدنا قال ما رح يسلمه. وعدت ما سلمك بس مولانا. في مجال أطلب من معالك طلب أخير؟ ما بدي تسلمنا ونحن عايشين. إذا بتسمح لي. سامحني يا إبراهيم. الله يسامحك. لحمك تعبنا من خيرك، معقول ما سامحك؟ مولاي إبراهيم لا تتركني يا إبراهيم، لا تكسر لي ظهري، أنا من دونك شو بعمل؟
تراجعك، تراجع، لا تسلمه لإبراهيم. فاطمة يا بنتي، هي إرادة الله. لك بكفي بقى، ما في داعي للبكي. صدقيني شرف كبير لي إني أقدم روحي فدا السلطان. دولة عظيمة مثل هاي تستاهل إنها نقدم أرواحنا لحتى تبقى. سامحيني يا بنتي، ظاهر الحسابات ما صارت مثل ما بدنا. خلونا نمشي جناب الصدر الأعظم. لو ايه بدكم تاخدونا؟ عن جد رح تقتلونا؟ احكوا لنا شي؟ لوين رايحين؟ لك شو رح تعملوا فينا؟ بتروح هلا بتقول للمعلم احمد خان نفذ لك كل يلي طلبته. أنا بأمر جنابكم يا مولاي.
ألف مبروك يا أبطال، خلص السلطان قرر يسلمكم الصدر الأعظم. شو هالأصوات هي؟ كأنه عم يهتفوا. ليك يا سجان، تعال لهون. شو هالصوت هاد؟ الأهالي عم يصرخوا من الفرحة. شو صاير؟ أحمد خان قبل إنه يسلم الصدر الأعظم للمعتصمين. العمى. عن جد هاد الشي ما بيتصدق يا بلبان. إذا صحيح الحكي رح تبقى الدولة بلا رأس. مو مطولة رح يجي الدور علينا. جهز حالك. يا جماعة، يا جماعة وقفوا، لا تعملوا هيك، طولوا بالكن. يا رب ترجاك تساعد عبدك الفقير، يا ربي دخيلك ساعدنا يا حراس. يا جماعة مشان الله اتركوني. ولك اتركونا. وكل الله يا باشا، ان شاء الله بتنحسبوا شهداء. لا تقتلونا، لا تقتلونا، لا تقتلونا بعد. لك يا شبان، ما عشت بكرامتك؟ على القليل حاول تموت بكرامتك. اتركوني 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 اتركوني. طيب وين الأمانة؟ ليش ما جابوها؟ هلأ بالقصر ناطرين عزرائيل يجي وياخد الأمانة ليرتاحوا. نحن بدنا ياهن عايشين، بدنا نحن اللي ناخد أرواحهم. خلي عندك شوية قناعة يا حسناء الفرس. شفتوا يا أبطال؟ إذا الصدر الأعظم كبير فالمعلم أكبر. نحن وصلنا للقمة، وهلأ النصر صار إلا. ليك يا محمد باشا، أعطينا بيان أملاكك. حضرة المحاسب، كان بخزينتي 20,000 ليرة ذهب عصمانلي. عندك شي غيرهن؟ باقي أموالي ما بعرف قديش. الله بيقبل بهالشي. Ha ha!
خذوه لجوا. جناب الصدر الأعظم، لازم تعمل شي شغلة. ليش أنت متآمر معهم الأول؟ كيف فيكن تعملوا فيني هيك؟ يا سفلة! يا سفلة! ما في سافل أكثر منك. محمد باشا! محمد! محمد! شو عملوا فيك هدوك؟ الله لا يسامحون! الله يصطفل فيهم! اتركوني! لك اتركوني يا قليلين الناموس والوجدان! لك انتو ما بتخافوا الله! والله ما رح سامحكن على عملتكن ليوم الدين! اتركوني! جيبولي مصطفى باشا! اتركوني! اتركوني! ولك أنا مصطفى باشا! أنا أكبر قائم مقام بالدولة العليا! هذا كان من الماضي! رح كون عبد لكم كل العمر، بس لا تعدموني! كرمال الله اتركوني! اتركوني روح لعند زوجي مشان الله! هدول الكلاب غدروا فيني! الحية فريدة ضحكت علي! مصطفى! ابني! أمي! أمي! ساعديني مشان الله! رح يقتلوا ابنك يا أمي مشان الله! اتركوا ابني! شو ما بدكم بعطيكم؟ شوفوا في معي ذهب كتير! خدوهن! خدوهن كلهم بس اتركوا لي ابني! نحن في عنا أمر من السلطان، لا بيفيد لا الذهب ولا الفضة، لا توقفي عندي. لك عملكم تركوني، تركوني ما تعملوا فيني هيك. خدوني إلي وعلقوني بدلوا على المشنة، شو ما بدكم بعطيكم بس لا تعدموا، تركوا لي يا مشان الله. مصطفى مصطفى تركوا لي فريدة. لك يا فريدة! طيب اتركوني شوي مشان اتوضى وصلي ركعتين لله. جيبوا مي للباشا. عجل لك شوي شيخي. يلا 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 يلا، لوين أخذتني بهالسرعة؟ هيا خانوم، رح تجي جلسة القائم مقام الصدر الأعظم هلأ. خليك ماشي معي من دون حكي، لازم ورجيك شغلة مهمة. بدي منك تفتح لي مخك منيح يا شيخ، ومثل العادة لا شفت ولا سمعت. ماشي. عرفته؟ كنت راح أقول إنه هو الصدر الأعظم لو ما بعرف إنه صاحبنا عم يستنى عزرائيل عند المشنقة. هذا مانويل، صانع العبايات الخاص تبع الصدر الأعظم. عجيب عجيب، هاي معجزة يا جماعة. إذا قلتوا لي إنه هذا توأم كنت راح صدق. طيب شو بدكم من هالزلمي هاد؟ رح ناخده للسلطانة فاطمة. ومن شان شو؟ رح فهمك. امشوا. قالوا لي لوين بدكم تاخدوني؟ أنا ما عملت شيء. لا تحكي ولك سكوت. يلا امشي. يا رب سامح المجرم قيمك. أنا عملت خطيئة كبيرة، بس أنت رحمتك واسعة. يا رب تنقذني من هالحالة، الطوف فيني وارحمني برحمتك. ابني ابني مصطفى، اتركوا دناي، بترجاكم اتركوا لي دناي ابني. عليكم ابني، اتركوا خدوني بدالك. قل لي يا باشا، قديش هي أموالك وأملاكك؟ خلو. كل اللي بملكه 500 قطعة.
حتى انهم ما بيكفوا ادفع الديون اللي علي. يا ربي يا ربي ترحمني ارحمني. مصطفى مصطفى يا ربي امي عني. ابراهيم انا رايحه لعند ابي هلا. ما عاد في داعي ملكي بلاقي شي حل. ما فيني شوفك عم تتعلق على المشنقة وأنا واقفة عم بتفرج. اسمعي يا فاطمة، هذا قدر الله ولازم نتقبله لو شو ما يكون. ما رح أتركك حتى لو بدي موت، ما رح أتركك. أبي مجبور يلاقي طريقة يطلعك فيها. فاطمة فاطمة وقفي. آسف يا سلطانة. بعد عن طريقي. انتو شو عم تساووا هون؟ يا شيخ انت ما بتخجل على دمك بأي وجه جاي لهون، وبالأخص انت مرجان، انت بالذات. عفوا يا سلطانة اسمعيني شوي. الله يخلصنا منك على أهون سبب. أنت اللي سلمت إبراهيم باشا لقطاعين الطرق، وأنت يا مرجان شو إلك شغل هون بالقصر؟ يلا نلعوا من هون. استني يا سلطانة، أنت فهماني الشغلة غلط. نحن عم نحاول نخلص جناب الصدر الأعظم من هالمجرمين هدول. شو؟ يا سلطانة بعرف إنك معصبة مني، بس صدقيني أنا كمان ما بيهون علي أنه نسلم جناب الصدر الأعظم لشوية عصابات متعصبة. هو بيكون ولي نعمتنا بالأخير. لا تفكر أنه ما سمعت الحكي اللي قلته للسلطان. بالسياسة يا خانم منحكي اليوم شي ومننساه بكرة. الشيخ لا طريقة ليخلص جناب الصدر الأعظم من هالمحنة هي. كيف؟ احكوا من شان الله. هاي فريدة، شو اللي جابها الحي لهون؟ أنا كل شي حكيته بهاليومين كان من شان بقاء الدولة متماسكة واستمرار حكم السلطان على هالدولة العظيمة من دون مشاكل يا خانم. خلصني شيخ زادة. سلطانة صدقيني أنا ما سويت شيء، جابوني لهون بالقوة. شو إله شغل هالزلمة هون؟ هالزلمة كتير بيشبه الصدر الأعظم، مو هيك يا سلطانة؟ طلعي فيه وكأنه أخو التوأم. اطلعي علي يا سلطانة وركزي منيح، عيونه مثل عيون جناب الصدر الأعظم بالضبط، وأنفه مثل أنف الصدر الأعظم بالضبط كمان. ونحن عم نقول إنه بدل ما نسلم جناب الصدر الأعظم منسلم هالزلمة المسكين للمتمردين، وهيك منكون لبينا طلبون وما ضحينا بجنابه. سلطانة، وخاصة إنه معلم خليل إذا بيضل يفكر فيه 40 سنة ما راح تخطر على باله، مو هيك؟ سلطانة نسلم مانويل بدال إبراهيم؟ بس لازم نعرض هالشي على مولانا السلطان بالأول، مو هيك؟ رح أعرض عليه ورح يوافق. يعني شو رح يعمل غير إنه يوافق؟ ما ضل عنا حل غيره.
مستحيل سلم إبراهيم لهدول الوحوش. سلطانة، إذا أنت موافقة على هالشي لازم نروح بسرعة لعند مولانا. ماشي سلطانة، 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 أمشي قدامي. سلطان هون؟ ايه هون يا سلطانة. فوت خبره انه بدي اشوفه. بأمرك يا سلطانة. عملنا مثل ما قلتي وسلمنا هالمسكين مانويل للسلطانة فاطمة، بس ليش عملنا هيك لهلأ ماني فهمان يا فريدة. إذا أحمد خان رد إنه يشنق مانويل بدل صهره، ساعتها كل شي رح يبدأ من أول وجديد يا شيخ سادة. كيف يعني؟ رح تروح لعند المعلم خليل وتقول له إنه أحمد خان ما سلمك الصدر الأعظم وضحك عليك وسلمك جثة صانع العبايات مانويل بداله. يعني كالتالي يا شيخ زادة، هالمرة رح يروح فيها الراس الكبير بهي الدولة. يعني انت صار بدك تلاحق الراس الكبير هلأ، مو هيك يا شيطاني؟ اجى الدور علي يا شيخ زادة، لأنه طالما هو على العرش ما رح يسكت ورح يحاول ياخذ بدار الصدر الأعظم. هالحكي مزبوط، وطبعا ما رح يوفرني إلي كمان، وخاصة بعد ما اهتزت ثقتي. إذا بيضل أحمد خان على العرش بدك تودع هالراس اللي على كتافك يا شيخنا الجليل. السهم اللي رميناه من القوس طلع ومشي الحال، ولازم نكمل الحرب اللي بلشناها، وشو ما بده يصير يصير. جاي تحاكيني مشان إبراهيم باشا يا فاطمة؟ بترجاك إنه تسمعني. أنا قلت اللي عندي ومشي الحال، وأنت شايفة حالتنا، ما ضل عنا حل تاني. وإلا أنت بتعرفي لو بيطلع بإيدي ما كنت ضحيت بأغلى رجال. مولانا، لقيت طريقة ننقص فيها الصدر الأعظم. هاتي لشوف شو هي. خلوا مانويل يفوت. لا حول ولا قوة إلا بالله. مين هالزلمة؟ وانت يا زنديق شو يلي جابك لعندي؟ مولانا طول بالك شوي، صحيح إنه مخه مخ شيطان، بس هالمرة اشتغل من شاننا. مرجان عنده خطة منقدر ننقص فيها الصدر الأعظم. نصيحة اللي بده يقدمها هي نصيحة من الشيطان، وأكيد ما رح أشوف منها الخير. مولانا اطلع فيه، شايف قديش مانويل بيشبه الصدر الأعظم؟ رح نعطيه للمتمردين على إنه هو الصدر الأعظم. شو يعني؟ بدك يعني إشنو بريء؟ مولانا، بس هي الشغلة رح تكون لمصلحة دولتنا العلية. ما بصير هالشي يا فاطمة. مولانا، بوس رجلك، حياة الصدر الأعظم هلأ أهم بكتير من أي اعتبار. كل من رعيتي، وما في فرق بين الصدر الأعظم وبين مانويل. مولانا العفو منك، سمعت شغلة يمكن تخليك توافق على هالشي. شو هي؟ المتمردين حتى لو أخذوا الصدر الأعظم ما رح يكتفوا بهالشي، ورح يطلبوا أكتر، لأنه هدفهم بالأساس هو عرش جلالتك. مولانا، رح نطالعوا لإبراهيم بالليل ومنخبيه عن عيونهم، وبيرجع مرة تانية على القصر، وبهالحالة بتقدروا تقضوا على المتمردين على مهلكن من دون خسائر تانية. حياة الصدر الأعظم ضرورية بالنسبة لإلك أكثر مني إلي. سلطان، أنا آسف على تدخلي، بس السلطانة فاطمة معها حق، من جهة مانويل ومن جهة تانية الدولة العالية بعظمتها، وأكثر من هيك هذا الموضوع كبير وله علاقة بحياتك وسلطتك.
أكيد حياة الصدر الأعظم مهمة كتير لبقاء الدولة، بس شو يا مولانا؟ شو هالامتحان هذا يا ربي؟ يا ترى السلطان أحمد خان رح يوافي على شنق مانويل ولا لا يا فريدة؟ ليش، في عنده حل تاني؟ هو هلأ مستعد يضحي بأخته خديجة كرمال ينقذ الصدر الأعظم. كنا نقول إنه الغريق بيتعلق بأشي، بس هالمرة الأشي هي اللي عم تغرق. لازم خبت قليل بأشي، عم بيلعبوا بالسلطان مرة تانية. هاي ديلبر مسكوها. شو هالظلم هاد يا ربي؟ الله ينتقم من يلي كان السبب، الله ينتقم منكن. جناب الصدر الأعظم، الدور هلأ على جنابك. خبرنا عن أموالك وأملاكك وديونك، شو إلك وشو عليك؟ بخزنتي في 12,000 صندوق فيهم قطع نقدية ذهبية، وبأصري في صندوق ذهب، وكمان بخزانتي السرية بخزنة الدولة فيها 12 صندوق فيهم ذهب مخلوط بنحاس. ما شاء الله يا جناب الصدر الأعظم، تاري حسابك تقيل بالدنيا، الله بيعلم كيف رح تتحاسب عليه بالآخرة. سكوتوا العسكري، عشو رح نتحاسب؟ نحن لا سرقنا ولا نهبنا، كسبناهم بسمعتنا. نحن بنعرف إنه المصاري بتيجي بعرق الجبين، بس هاي السمعة ما سمعت فيها. سكوتوا لو لا تتجاوز حدودك. أنت شو دخلك؟ مولانا السلطانة خديجة واقفة برا. خليها تفوت. هذا مو مانويل خياط العبي؟ شو عم يساوي هون؟ أختي فاطمة برأيي أن نسلمه مانويل بدل صدر الأعظم. مرجان آغا، هذا اقتراحك مو هيك؟ سلطانة، صحيح أنه جناب الصدر الأعظم غلط كتير بحقي، بس إخلاصي لإله للدولة تام وما له حدود، وأبداً ما بيهون علي أنه يتسلم لشوية مرتزقة. هذا الزلمة بيشبه صدر الأعظم كتير. معك حق يا مولاي السلطان، وكأنه أخو التوأم. شو رأيك يا أختي؟ وإذا المتمردين عرفوا بهالفخ، حطيتوا هالشي ببالكن؟ شو بدك مني؟ ما كفاك اللي عملتي فيني؟ شوفوا هالفاجرة، شوفوا انت هي الفاجرة. صرتي مرته للمعلم خليل ولساتك متعلقة بهذا خليل؟ مسكوني! اتركوني! بدك تقتليني؟ اسمعي، انت شقفت خدامة بهذا القصر، لهيك لا تعطي لحالك قيمة أكتر مني. انت رح تحترقي بنار جهنم. ما أنا بالأساس جاي من هنيك. مسكتوها أخيراً. استحي على لحيتك يا شيخ، أو على القليلة مشان علمك ومركزك. لعمة شو إنك وقحة، واحدة زانية مثلك ما بيطلع لها تنصحني، عم تفهمي؟ تركوني تركوني تركوني، خلص على هدول الكلاب. شو منساوي بالمرأة هاي؟ خدوها لعند خليل، وبس نخلص شغلنا مع الصدر الأعظم بيجي الدور عليهم واحد واحد. بوافق بحالة واحدة بس، وهي إن مانويل يوافق يفدي صدر الأعظم بروحه عن طيب خاطر ويسامحوا دنيا وآخرة. حظك حلو يا جناب الصدر الأعظم، واضح إنه السلطان أحمد خان كسر كلمته. صحيح إنك واحد وقح، سلامتك يا باشا. كيف هيك صار يا فاطمة؟ مولانا السلطان عم يستناك وهو بيحكي لك كل شيء.
أغا، شو بدنا نضل ناطرين هون لحتى يجي عزرائيل وياخد روحنا؟ من اليوم وطالع ما رح نستنى عزرائيل، لأنه نحن اللي رح نساعده لحتى ياخد أرواحهم يا بلبان. يلا يا أغا، فكر بخطة وخلينا نطلع من هالسجن. خليل، كانوا عم يسجلوا أمواله وممتلكاته. أوه، الظاهر رح نستنى كتير معناتها. شو نساوي بهالزنديق معلم؟ يا غوات، هلأ هدول ما قضوا حياتهم على الكيف والبسط بالقصور على حساب الشعب؟ مظبوط. وقف، شو عم تسعوا؟ لا تطلع ولا صوت مشان تضل عايش. عم تفهم؟ ساعدوني. ظاهر ما فهمت. لوين بدكن تاخدوه للباشا يا شيخنا الخرفان؟ بعد عني إذا بتريدي. بدك ياني أخذ إذنك؟ كأنك مستغني عن حياتك يا شيخ أليف. طبعاً، مثل ما إراقة الدم عندكن سهلة، أنا كمان مستغني عن روحي، وأفضل أني موت شهيد بسبيل الله على أني موت وأنا بالفرشة. شو ما في بيناتكن رجال؟